خليني أسأل حضرتك، يعني حضرتك كمان شاهد، يعني بجانب أن حضرتك تدير هذا البرنامج، تدير هذه الحوارات والشهادات، لكن حضرتك كمان كنت شاهد في هذه الفترة وتعلم ما كان يدور. لو هسأل حضرتك عن شهادتك عن هذه الفترة تحديدا. احنا قلبنا كده احنا نيجي نقدم الشاهد بقى. احنا لينا حلقة نقدم فيها الشاهد. لا، انا الشهاده على 30 يونيو بالنسبه لي شهاده مختلفه شويه، لان احنا كنا في كواليس الحياه الصحفيه، فالكواليس الصحافه بتبقى على درايه تقريبا بكل الاطراف بتعمله. يعني الصحفي ما بيبقاش فاعل، بس هو بيبقى شاهد على كل الفاعلين. صحيح. ويمكن الصوره بتبقى عنده مكتمله اكتر من الاخرين. يعني انا كل ضيف مثلا استضافته هو حكى الحكاية من زاويته، هو من وجهة نظره. هو عندنا ضيوف كتير مهمين الحقيقة، ولسه عندنا كمان مفاجآت لشخصيات ما اتكلمتش، يمكن لأول مرة هتتكلم معنا مثلا شهادة إن شاء الله لسه دي هنسجلها للمستشار خالد محجوب. المستشار خالد محجوب هو اللي عمل أمر الضبط والإحضار لمحمد مرسي، وهو رئيس في القضيه بتاعت وادي النطرون، بتاعت الهروب من وادي النطرون. فاعتقد ان هو ما اتكلمش قبل كده، واعتقد ان شاء الله هتكون شهاده مهمه بكل تاكيد. كمان النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود ان شاء الله هيكون معانا. فكل واحد بيتكلم من زاويته، الصحافه بتتكلم من زاويه من زاويه اخرى. وانا كنت منتمي لمدرسه وجريده، كنت وقتها نائب رئيس تحرير جريده الفجر. وفاكر انه لما اعلنت النتيجه كانت يوم 2 تقريبا، واحنا كنا طالعين العدد الاول بعد النتيجه في الفجر يوم الاربعاء. مش هدعي ولكن الارشيف شاهد، احنا عندنا وعي كامل بخطوره هذه الجماعه. ومع احترام الشديد لاختيار الشعب وانه الناس جابوا، بس احيانا الشعب يختار الخطا. يعني الشعوب صح، الشعب هو القائد والمعلم، لكن القائد والمعلم يمكن ان يخطئ، يعني ما جراش حاجه يعني. فكان في وعي بخطوره هذه الجماعه. انا تجربتي في شهادتي على 30 يونيو تتلخص في عنوانين كبار في العدد اللي هو بعد اعلان النتيجه وقبل حلف القسم. عملت مقال، كان المقال انا كان هو العنوان الرئيسي بتاع الجورنال، اسمه الفاشي في قصر الرئاسه. وقتها كان الاستاذ عادل حموده بره مصر ورجع، فشاف الجورنال على الشاشه الصفحه الاولى، فقال لي ايه ده، الفاشي في قصر الرئاسه، احنا بادئين بدري قوي كده. فانا كانت عندي يقين انه، وهنا كانت الفاشي مش مجرد توصيف عشوائي، لا، انت بتتكلمي عن جماعه هي متماسه جدا مع الفاشيه والنازيه. حسن البنا في الثلاثينات كتب مقالات عن موسوليني، وكتب مقالات عن هتلر، وكان بيستلهم تجربتهم. يعني ما كانش التوصيف توصيف لتصرفات، لا، ده توصيف لاساس هم مبنيين عليه. اللي يفكر زي ما حضرتك قلت، يفكر انه يقرا بالفعل هذه المذكرات هيتفاجئ بشكل كبير. لا جدا كتير، لا، بصي، هو الفكره ان هم استغلوا انه احنا فعلا ما بنقراش، او حتى ما بنقراش بتركيز، وكانوا حريصين على تصدير، يعني ان هم يا جماعه قاتله، جماعه منحرفه، لكن هم هي بتصدر نفسها طول الوقت انها جماعه قرانيه وجيل قراني جديد وناس ربانيين بهذه التعبيرات. فده العنوان الاولاني اللي هو كان وكانه اعلان موقف مبدئي انه دي جماعه فاشيه داخله قصر الرئاسه.